سيدي، يعني عندما نتحدث عن منطقة، يعني لنوسع يعني النطاق، الشرق الأوسط، يعني هناك كانت يعني مركز استقطاب يعني لجميع القوى الدولية، وهي لغاية الآن يعني تعتبر من المناطق يعني التي يعني هناك مصالح جيوستراتيجية لأكثر من طرف دولي فيها، وهناك يعني بات تشكلا يعني واضحا للأطراف الإقليمية التي تحاول يعني البحث عن مصالحها أولا الإقليمية، وأيضا يعني المصالح الاقتصادية الدولية. فمنها يعني اليوم نرى أن هناك إيران، هناك المملكة العربية السعودية، هناك تركيا، وهذه يعني ضمن هذه مفهوم يعني العلاقات الإقليمية أو شرق أوسطية خلال الفترة الماضية فعلا كانت يعني هي محط يعني ما بين أو صراعا أمريكيا روسيا أوروبيا، لكن مع يعني المتغيرات أو خضم المتغيرات في المنظومة الجيوسياسية رأينا أن هناك بدأت تتشكل يعني فراغات جيوسياسية ودول أخرى تحاول يعني ملؤها، وقد دخلت إلى هذه المنطقة أيضا يعني قوى جديدة، قوى طرف يعني دولي اقتصادي مهم، وهي الصين. فلذلك اليوم يعني رأينا أو منذ بداية الأزمة أن هناك إعادة يعني تقييمات فيما يتعلق حتى بمفهوم الحلفاء الاستراتيجيون، يعني لم يكن أحد يتوقع يعني المواقف الخليجية إزاء الطلبات أو الضغوط الأمريكية فيما يتعلق يعني بالضخ النفط يعني في محاولة للسيطرة على الأسعار. اليوم يعني منطقة الشرق الأوسط وهذه الدول تحاول الحفاظ أيضا يعني على مصالحها من خلال إنشاء يعني منظومة جديدة من العلاقات. هنا لا يمكن يعني الحديث عن مسائل يعني عاطفية، المسألة هي متعلقة بمفاهيم الأمن القومي وأيضا مفاهيم يعني المصالح الاستراتيجية لكل طرف. فعليه يعني نعم نرى أن هناك يعني من المصاعب بتمر ليس فقط في الشرق الأوسط أو في المنطقة يعني العربية، ولكنها يعني في العالم أجمع. والتداعيات هذه الاقتصادية لا أستطيع القول أنها فقط يعني بسبب العمليات العسكرية التي نراها في أوكرانيا، هي جملة تراكمات أولا تداعيات جائحة كورونا، الإدارة الخاطئة للرئيس بايدن يعني في إدارة الاقتصاد الأمريكي، والذي من خلاله يؤثر يعني جزئيا على الاقتصادات الأخرى، الضخ المالي الغير مبرر، نسب هذه التضخم التي بدأت في الولايات المتحدة لم تبدأ في 24 من شهر شباط الماضي. فسوء الإدارات أو تحول الاقتصاد الدولي يعني من نموذج ممكن إلى نموذج يعني آخر هو اليوم يعني ما ينعكس على العالم بشكل عام. فلذلك يعني المتغيرات الجيوسياسية هي مرتبطة أيضا المتغيرات الجيواقتصادية. نحن أمام يعني المعادلات القادمة والتي ستكون يعني كما أراها هي نعم. جزئيا بإدارة يعني صينية، تحول يعني من المفهوم الرأسمالي جزئيا المفهوم أو النموذج الصيني نحن نراه يعني يتفعل شيئا بشيء. فلذلك يعني المنطقة الشرق أوسطية هي جزء من هذا يعني جزء من هذا العالم، وكل يعني دولة على حدة تحاول البحث عن مصالحها. لكن ما طرحته يعني روسيا وتطرحه، هي لم تطلب يعني مسألة الحياد أو عدم الحياد. روسيا وقبل الأزمة وهي تطالب بالتشاركية يعني المصلحية. فلذلك المبدأ الأساسي لروسيا روسيا وهو الانتقال من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية. وللأسف سيدي لم تذكروا يعني أننا في هذه الأيام نمر أيضا يعني في متغيرات باعتقادي ممكن أن تغير نوعا ما يعني في هذه المفاهيم، ونحن يعني امام غدا وهي جلسه لمنظمه يعني شنغهاي للتعاون، والتي من خلالها ممكن ان يبرز الكثير يعني من المتغيرات فيما يتعلق يعني بالعلاقات الدوليه ما بين اعضاء هذه المنظمه، وايضا يعني فيما قد يؤثر على منظومه الاقتصاد الدوليه. واضح. وقد نوه ان هناك الكثير يعني من التعاملات ستكون يعني ما بين هذه الدول، تعاملات ماليه نعم. العملات المحليه والاستثناء التدريجي عن المنظومة الدولارية الأمريكية.